La langue française, première année secondaire 2022-2023, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement égyptien, notre équipe a l'honneur de vous présenter le programme de la première année secondaire. Bonsoir mes chers élèves de la première année secondaire. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur l'unité 4. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، والنهاردة معانا الوحدة الرابعة. Pendant ce cours, on va apprendre d'écrire des personnes. D'écrire des personnes à نوصف أشخاص. Présenter et identifier ma famille. هنقدم الأسرة. Parler de mes activités et mes loisirs. هنتحدث عن الأنشطة وعن أوقات الفراغ والحاجات الهوايات بتاعتنا اللي احنا بنعملها في أوقات الفراغ. Unité 4 دي أول حاجة عندنا في Unité 4 في أول صفحة في الكتاب عندنا. طبعا قدامنا ستيفان بيقدم نفسه كالعادة، دي الشخصية بتاعت درسنا النهاردة. بيقول سالو je m'appelle Stéphane et j'ai 15 ans et demi. طبعا هو بيحيينا وبيقول طبعا ان هو اسمه ستيفان وعنده 15 سنة ونص. قبل كده فاكرين ان احنا المرة اللي فاتت قلنا ان 15 ans et demi. 15 ans et demi. كلمة demi ونص ممكن تتكتب بالطريقة masculin وممكن تتكتب féminin. طب امتى تتكتب بالماسكولين زي ما احنا شايفينها دلوقتي؟ demi دي masculin. طيب ولما تبقى féminin بزود فيها e. طيب هنا محطوطة معمولة masculin ليه؟ معمولة masculin علشان هي قبلها on، وكلمة on دي masculin مذكر، فاحنا بنقول 15 ans et demi. طيب تعالوا نشوف عندي هنا البوس دي j'aime ou je n'aime pas. طيب ستيفان aime quoi؟ ستيفان aime le sport. ستيفان aime les chiens. طبعا le sport احنا عارفينها. طب les chiens؟ les chiens يعني الكلاب، هو بيحب الكلاب. بيقول je n'aime pas. ستيفان بيقول ما بيحبش ايه؟ je n'aime pas quoi؟ ستيفان n'aime pas les chats. ستيفان ما بيحبش القطط وما بيحبش لو ديسان. طبعا احنا عارفين لو ديسان اللي هو ايه؟ الرسم. تعالوا نشوف la partie suivante. Quel sport aimes-tu؟ Quel sport aimes-tu؟ فاكرين؟ فاكرين كلمة كل اللي هي ما، وكل دي ليها كذا طريقة للكتابة. في واحدة بتبقى للمذكر الماسكولين سنجوليه اللي هي من غير الأس، وفي واحدة بتبقى فيمينا اللي هي بنزود لها ال كمان وأ، ودي للفيمينا. طيب احنا دلوقتي عندنا كل اللي هي الماسكولين بس هي طبعا اخرها اس، فيبقى كده ماسكولين بلوريال. عشان احنا بنسأل عن ايه؟ بنسأل عن الرياضات،
ما الرياضات التي تحبها أو المحببة إليك؟ Quel sport aimes-tu؟ Quel sport aimes-tu؟ يعني إيه الرياضات اللي أنت بتحبها؟ تعالوا بقى نشوف الرياضات. عندنا رياضات كتير في الدرس ده، وكنا شفنا برضو قبل كده الرياضات دي، فاحنا ايه هنشوف حاجات مرت علينا قبل كده وحاجات جديدة برضو. كال سبور ام تو، هنا طبعا كال سبور ما بقتش ايه بلوريال، هنا ماسكولين. السؤال الاولاني كان في ايه؟ كان في البلوريال، علشان احنا هنتكلم عن رياضات كتير، لكن هنا حددنا رياضة واحدة، هنتكلم عن رياضة واحدة دلوقتي، فعشان كده قلنا كال سبور ام تو، ما الرياضة المحببة اليك؟ تعالوا نشوف بقى لما نيجي نجاوب على السؤال ده هنجاوب ازاي. السؤال بتو، انت بتحب ما الرياضة التي تحبها؟ طبعا لما تيجي تجاوب عليا هتقول لي ايه؟ هتقول لي جم. جم ايه؟ جم لو باسكت. جم لو باسكت. كال سبور ام تو؟ كال سبور ام تو؟ جم le tennis. J'aime le tennis. Quel sport aimes-tu? Quel sport aimes-tu? J'aime le cyclisme. J'aime le cyclisme. طبعا مفيش داعي ان انا اتكلم بالعربي، لان طبعا احنا عندنا دوز ايماج، والايماج باين فيها جدا ان احنا بنتكلم عن السيكليزم، ومش هقول بالعربي. Quel sport aimes-tu؟ J'aime la course. J'aime la course. J'aime le football. J'aime le football. Quel sport aimes-tu? J'aime le football. J'aime la natation. J'aime la natation. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان احنا كل الرياضات اللي احنا اتكلمنا عليها كانت فيها le، بقول j'aime le لانها كانت masculin مذكر، لكن هنا قلنا la natation، كلمة natation feminin، عشان كده حطينا قبلها la. j'aime la natation. في الحصص اللي قبل كده يا ولاد احنا اتكلمنا عن الافعال اللي هي احب واعشق وافضل واكره، اللي هي فيرب ايمي، فيرب ادوري يعشق، وفيرب بريفيري يفضل، وفيرب تيتستي يعني يكره، وفي برضو فيرب اسمه براتيكي يعني يمارس. كل الأفعال اللي احنا قلناها وذكرناها دي لازم بيجي بعدها حاجات معرفة، يعني معرفة يعني كلمات قبليها le ولا وال أباستخاف. ال أباستخاف طبعا احنا عارفين ان ال أباستخاف دي معناها انها le ولا في نفس الوقت، بس شرطها ان يجي بعدها كلمة بتبدأ بفويل اللي هو حرف متحرك، فبنحط لها الأبوستروف.
طب والجمع نحط لها ايه؟ البلوريال نحط لها ايه؟ البلوريال نحط لها لي. طبعا انتوا عارفين احنا قلنا قبل كده في الحصص اللي قبل كده اللو واللا والال ابصقاف واللي دول ادوات معناها بالعربي الف لام، يعني مع الافعال بتاعت ان هو يحب ويكره ويمارس ويعشق والحاجات دي لازم تيجي بعدها حاجات معرفه. طيب نشوف البارتي السيفونت. جم لو سكي، جم لو سكي. كل سبور ام تو؟ جم لو سكي. جم لو سكي، جم لو سكي، جم لو سكي. كل سبور ام تو؟ جم لو سكي. طبعا شايفين قدامنا ان كل الرياضات اللي احنا ذكرناها دلوقتي كانت معرفه لان احنا عندنا فيرب امي، فاحنا لازم فيرب امي، وزي ما قلنا هنعيد تاني فيرب امي: ادوري، بريفيري، ديديستي، وبراتيكي، كلهم بنستخدم لهم لو ولا والا ابوستروف ولي. جم لو كاراتي، جم لو كاراتي. واضحة جدا الصورة، جميلة واضحة وبتعبر عن الرياضة اللي مكتوبة قدامنا. جم لو كاراتي حتى بنقولها كمان بالعربي. يعني هنا بقى بنقول جم لا جيم، جم لا جيم، واحنا قلنا قبل كده لا جيم دي اختصار لكلمة جيمناستيك، جيمناستيك، جيم لا جيمناستيك. وممكن برضو نذكر الايه الاختصار بتاعها الابريفياسيون بتاعتها ونقول جيم لا جيم. وتمام. البارتي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكزرسيس. الاكزرسيس ده طالب مننا ايه؟ اسوسي لي مو avec les images. Associe les mots avec les images. طالب مننا ان احنا نوصل الكلمات بالصور. تعالوا نشوف. Une horloge. Une horloge. Une trousse. Une trousse. Un sac à dos. Un sac à dos. مش هنقول معاني خلاص، احنا الحاجات دي اخدناها كذا مرة وعرفنا معانيها. تمام. دلوقتي احنا قدامنا كلمات وقدامنا صور، مطلوب مننا ان احنا نوصل الكلمات أو نوصل الكلمة الأولى مثلا الكلمة الأولى بالصورة بتاعتها. فتعالوا نشوف بقى هنعمل إيه. طبعا إن أغلوج يعني ساعة حائط، وطبعا الصورة واضحة جدا ومش هنقول عربي تاني. إن تروس، إن تروس طبعا واضحة جدا إن هي مش هنقول، خلاص الصورة موضحة الإيماج باينة جدا. ان ساك ادو، تري بيان، ان ساك ادو اللي هي الشنطة اللي بتتعلق على ظهرنا. هي عندي كلمات تانية. طيب نرجع تاني ونشوف، احنا كان عندنا كلمات، دي كلمات سانجوليه، كلمات ايه؟ سانجوليه مفرد. وطبعا إيه كلمة اون اغلوج، ودي طبعا طالما في اون يبقى واضح قوي ان الكلمة دي فيمينان، واون تروس برضو فيمينان، لكن ساك ادو قبليها ان فدي تبقى ماسكولين.
الكلمات دي واضح واضح جدا ان هي كلمات بلوريال. بلوريال فيها دي يعني جت قبلها دي وفوتو اخرها اس دي فوتو، واضح جدا ان الكلمه بلوريال. دي فوي برضو دي فوي بلوريال، وواضحه جدا ان هي بلوريال جمع. لكن دي ان كانابي، ان كانابي دي بقى سانجوليي مفرد. برضو طالب مني ان انا اسوسي لي مو افيك لي زيماج، هنوصل الكلمات بالصور. تعالوا نشوف اول كلمه دي فوتو، طبعا واضح جدا ان احنا هنوصل الصورة الإيماج دي بكلمة إيه دي فوتو، إن إيه الكاميرا دي هن إيه هن prend دي فوتو، on prend دي فوتو avec la caméra. دي فوي أوراق واضحة قوي، أوراق جميلة بألوانها حلوة. ان كانابي، ان كانابي. دي لونيت، دي لونيت. دي فتر، دي فتر. ان غرانبير، طبعا انا مش هقول العربي خلاص لان دي حاجات دي احنا شفناها قبل كده. دي لونيت، دي لونيت يعني احنا طبعا هنشوف الصور الاول. الصور هي اللي هتخلينا نعرف الكلمات من غير ما نتكلم عربي، مش كل حاجة عربي. تعالوا نشوف بقى لونيت معناها ايه. كده تمام، لونيت الايماج جات لها، هي طبعا واضحة جدا ان هي نضارة، مش هنقول عربي خلاص. دي فتر، دي فتر. ان غران بير، ان غران بير. اسوسي لي مو افيك لي زيماج، نوصل الكلمات بالصور. دي لونيت، دي فتر، ان غران بير. لا بارتي سويفونت. ودلوقتي هناخد الدرس بتاعنا، الدرس فيه ديالوج. تعالوا نشوف الديالوج ده هيبقى بين مين ومين. عندنا ديالوج قدامنا، في عندي ناتان وعندي لو غران بير وستيفان. يبقى انا كده عندي ثلاث شخصيات بتتكلم مع بعضها، ناتان لو غران بير الجد وستيفان. تعالوا نقرا مع بعض ونشوف الديالوج بيتكلم عن ايه. تابعوا معايا علشان احنا انا هقرا لكم الاول الديالوج وبعد كده هنحاول نفهم مع بعض الديالوج بيتكلم عن ايه. قبل ما ندخل على الديالوج عايزين نقرا تيان il aime aussi le sport ton grand-père. دي جمله قالها الشخصية دي اللي قدامنا. تعالوا بقى نشوف الجملة دي موجودة فين في الديالوج وإيه إيه كانت مناسبتها. ناتان، بونجور مسيو، جو سوي ناتان، ان كوبان دو ستيفان. لو غران بير، بونجور، انتر، جو سوي لو غران بير دو ستيفان. ستيفان، c'est Nathan. Salut Nathan. Ça va? On va dans le salon. Nathan, il est génial, ton grand-père avec ses lunettes rouges. Stéphane, oui, il est super. Nathan,
Et il est hyper grand. C'est le père de ta mère ou de ton père. Stéphane, de ma mère. Les parents de mon père sont bruns. Bon, on commence le devoir de SVT. طبعا احنا شفنا ال SVT دي مادة ومش هقول هي المادة دي اسمها ايه، احنا خدناها قبل كده وانتوا عارفينها. Nathan, d'accord. Et à 17 h, on va à la piscine. Nathan regarde les photos. Nathan bitfarrag ala photo. Nathan, tiens, il aime aussi le sport, ton grand-père. Stéphane, oui, il est super dynamique. Il aime le basket, la natation, le foot. Le week-end, on joue ensemble. Une heure plus tard, Nathan, c'est quoi ce bruit? C'est ma sœur et mon grand-père. Ils jouent au basket. Nathan se dirige vers la porte. Stéphane, hey Nathan, où tu vas? Et la piscine? تمام يا ولاد، تعالوا بقى ايه بعد ما قرأنا الديالوج قراءة عامة كده، عاوزين نفهم الدنيا فيها ايه واحدة واحدة، ونشوف ناتون ده يطلع مين. فناتون بيتكلم بيقول بونجور مسيو، في قدامه حد كبير طبعا، فبيقول بونجور مسيو، جو سوي ناتون، انا اسمي ناتون، او انا ناتون. يعني احنا لما بيجي حد بيعرف نفسه ممكن يقول جو سوي ناتان، وممكن يقول جو مابيل ناتان، الاثنين صح. ناتان ان كوبان دو ستيفان، انا صاحب ستيفان. يبقى هو دلوقتي ناتان رايح لستيفان في البيت وبيكلم، تعالوا نشوف بيكلم مين. لو جران بير، ايوه لو جران بير، بيرد عليه الجد. الجد بيرد عليه بيقول له بونجور انتر، تعالى ادخل. جو سوي لو غران بير دو ستيفان، انا جد ستيفان. ستيفان سي ناتان، طبعا هو كده بينادي على ستيفان وبيقول ايه ناتان وصل. ستيفان سالو ناتان، ستيفان بقى بيرحب بناتان. سافا بيقول له كيف حالك. اون فا دون لو صالون، تعالى يلا نقعد في الصالون. ناتون il est génial ton grand-père avec ses lunettes rouges، يعني هو رائع جدك ومعاه يعني لابس نظارة حمراء. ده أسلوب بالفرنش avec، avec يعني مع، بس طبعا لما نيجي نترجم الجمل مش هنترجمها ترجمة حرفية، هنترجمها ترجمة لغة عربية، فهنقول إن هو رائع جدك وهو لابس النظارة الحمراء. ستيفان بيقول وي إلي سوبر، طبعا سوبر برضو رائع. ناتون إلي إيبر جران، يعني هو طويل. إيبر إيبر يعني طويل جدا، هو طويل جدا. سي لو بير دو تا مير أو دو تون بير، هو ده يبقى بابا مامتك ولا باباك، يعني جدك من الأم ولا من الأب. فستيفان بيرد بيقول دو ما مير، بيقول إن ده يبقى جدي من ناحية ماما، يعني والد مامتي. لي بارون، لي بارون يعني انتوا عارفين طبعا كلمة لي بارون اللي هي الوالدين. لي بارون de mon père، les parents de mon père يعني الوالدين. حتى كلمة parents بتتكتب يعني زي الانجليش بالظبط، زي ما بنقول parents هي نفس الكلمة. les parents de mon père sont bruns،
يعني الوالدين بابا وماما بتوع بابايا، يعني أجدادي من بابايا، هم سمر. Bon, on commence le devoir de SVT. تمام، فاحنا ايه بيقول دلوقتي ستيفان؟ بيقول ان هو يلا بينا نبدا الديفوار بتاع الاس في تي، وانا هقولها بقى دي اختصار لكلمه سيونس دو لا في اي دو لا تير، ودي ماده الجيولوجيا اللي احنا اتكلمنا فيها الحصص اللي فاتت. ناتون داكور اي اس 17 On va à la piscine. D'accord. هنعمل الواجب بس الساعة 17 احنا هنروح البيسين. تمام. Nathan regarde les photos. Nathan regarde les photos. Nathan عمال بيتفرج على الفوتو. وبيقول تيان il aime aussi le sport، بيتفرج على الصور بتاع جده وبيقول ان هو كمان بيحب الرياضه، اخد باله ان في الصور ان هو بيحب الرياضه. طون كومبير جدك ده بيحب الرياضه. ستيفان بيقول له وي il est super dynamique، يعني هو نشيط جدا. il est super dynamique. il aime le basket. il aime le basket. طبعا احنا مش هنترجم كل كلمه كلمه لان الحاجات دي احنا واخدينها قبل كده. طبعا احنا عارفين il يعني ايه، وعارفين am يعني ايه، وعارفين le basket يعني ايه، فخلاص. la natation طبعا عارفينها. le foot. le weekend on joue ensemble. الاجازه الاسبوعيه احنا بنلعب مع بعض. une heure plus tard بعد كده ساعه، بقى بعد ساعه كده. فسمع ناتون سمع صوت دوشة، فبيقول سي كوا سو بروي، ايه الدوشة دي؟ رد عليه ناتون، سوري رد عليه ستيفان وبيقول له سي ما سور دي اختي، اي مون جران بير اختي وجدي، ايل جو او باسكت، هما بيلعبوا ايه؟ باسكت. Nathan se dirige vers la porte. Nathan se dirige vers la porte. Nathan بيتجه ناحية الباب. ستيفان بيقول له ها ناتان انت رايح فين؟ او tu vas à la piscine. طبعا اكيد احنا طبعا فهمنا طبعا الديالوج وعرفنا ان الثلاث شخصيات اللي كانوا بيتكلموا في الدرس، وعرفنا قصة الدرس كويس جدا. تعالوا بقى نشوف في اكزرسيس هنحله. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. Nathan est. Nathan est. Point de Stéphane. Nathan est. Point de Stéphane. طبعا انا مش هترجم خالص. احنا عارفين choisi la bonne réponse معناها ان احنا هنختار الاجابه الصحيحه، واحنا كده هيكون عندنا اختيارات هنختار منها إجابة واحدة. أنا عندي كذا اختيار، عندي le père, le copain, le grand-père, le frère. إحنا عاوزين نعرف إيه هنا؟ عاوزين نعرف ناتون يبقى إيه لستيفان؟ هل هو بابا؟ ولا son copain؟ ولا son grand-père؟ ولا son frère؟ نفكر شوية، احنا عاوزين نفكر شوية. هو ناتون يبقى ايه لستيفان؟ فكروا شوية.
طبعا هو لكوبن. لكوبن ناتان بوين دو ستيفان. ناتان لكوبن دو ستيفان. ناتان لكوبن دو ستيفان. Numéro 2. Le grand-père. Le grand-père a des lunettes. Point. Le grand-père a des lunettes. Point. طبعا في الدرس كان اللونات كان ليها لون. تعال نشوف الاختيارات. نيمرو ا فيغ، بي روج، سي بلو، دي نوار. Le grand-père a des lunettes. Point. Vert, rouge, bleu, noir. Taban, il fait d'ars qu'en le grand-père lèbes nadara lunha rouge. Ahmar. Nathan et Stéphane vont à la piscine. A. Nathan ou Stéphane à Iroho, la piscine, emta. À Iroho. Numéro A, 5 heures. B, 7 heures. C, 8 heures. دي 2 طبعا هم ما قالوش ولا 5 ولا 7 ولا 8 ولا 2، هم قالوا 17 احنا عاوزين نعرف 17 تبقى الساعه كام. 17 هتبقى ايجال كام؟ 17 يعني 17. عاوزين بقى نقعد نحسبها كده علشان احنا في الحصص السابقة قلنا ان الساعة في باريس عندهم بعد الساعة 12 الظهر يبتدوا يقولوا على الساعة واحدة يقولوا عليها 13 يعني 12. نيجي عند الساعة واحدة بعد 12 الساعة واحدة مش هنقولها 1 هنقولها 13 يعني ممكن نقولها 1 وممكن نقولها 13. طيب والساعة 2 الساعة 2 ممكن نقول عليها 2 أو نقول عليها 14. الساعة 3 ممكن نقول 3 وممكن نقول عليها الساعة كام؟ هتبقى كام؟ هتبقى 15. كملوا بقى ونشوف هما يروحوا الساعة كام؟ البسين طبعا هتبقى الساعة 5 لأن هم قالوا 17 très bien. Question numéro 4. Question numéro 4 بيقول le grand-père est. Le grand-père est. Point. عايزين نشوف بقى هما دلوقتي كانوا بيوصفوا الجراند بير بيقولوا عليه ايه. نيمرو ا تيميد. تيميد. نيمرو ب بافار. نيمرو ب بافار. سي سبورتيف. Des gourmands.
طبعا بعد ما قرينا ديالوج وشرحناه وفهمناه كويس جدا بالتفصيل، طبعا احنا عندنا صفات، 4 صفات، في منهم واحدة بس اللي تكون مناسبة لجران بير، واحدة بس من اللي موجودين. يا ترى بقى تيميد ولا بافار ولا سبورتيف ولا جورمان؟ أفكركم بقى بالكلمات بالصفات دي، صفات اللي هي تيميد. في ناس أكيد ناسين كلمة تيميد يعني إيه. تيميد ده يعني خجول، مش كده؟ خدناها كتير، كلمة تيميد يعني خجول. بافار، بافار يعني إيه؟ بافار يعني صرصار، صرصار يعني بيتكلم كتير. هل هو كان بيتكلم كتير؟ إطلاقا. طيب سبورتيف، سبورتيف هو طبعا أنا مش هقول بالعربي على سبورتيف خالص لأنها واضحة جدا، جاية من كلمة سبور، كده خلاص احنا زماننا عرفناها. طيب نيمغو دي بيقولوا ايه على نيمغو دي؟ جورمان، جورمان طبعا دي يعني ايه؟ اكل. فنقول تاني السؤال، لو جران بير اي بوين تيميد ولا بافار ولا سبورتيف ولا جورمان؟ طبعا هي هتبقى سبورتيف، يبقى لو جران بير اي سبورتيف، لو جران بير اي سبورتيف. وبالمناسبة بقى كلمة سبورتيف دي صفة يعني رياضي، آخرها اف، سبورتيف الصفة دي ماسكولين. ليه ماسكولين؟ عشان احنا بنتكلم عن لو جران بير، لو جران بير الجد، ودي ماسكولين، فعشان كده لازم نحط الصفة تكون مناسبة لإيه؟ للجران بير. طب لو قال لي لا جران مير الجدة، افرض هنا شلنا لو جران بير وحطينا لا جران مير، هي طبعا المفروض ان هي الأسئلة دي بتبقى تابعة للديالوج، بس انا يعني بحب ايه يعني اوريكم الفرق بين الماسكولين والفيمينين. طيب هنا لو جران بير، لو كانت لا جران مير طبعا هتبقى سبورتيف، هنشيل الاف ونحط بدلها في او، تبقى لا جران مير اي سبورتيف. يبقى اي صفه اخرها اف وعاوزين نحولها للفيمينين هي ماسكولين طبعا، الأخيرة اف، اف سبورتيف او اكتيف دي صفة مذكر، صفة ماسكولين. احنا لو عاوزين نحولها فيمينا بنشيل الاف ونزود في او تبقى سبورتيف. طيب يبقى نقول لو غران بير اي سبورتيف، طبعا الجد كان رياضي ان هو كان في الصور، موجود في الصور ان هو بيلعب رياضة كتير، وكان بيلعب مع اخت ستيفان بيلعب باسكت في اخر الجلوب، كان بيلعب باسكت، فيبقى واضح جدا ان هو سبورتيف. وبكده نكون يعني وصلنا لنهاية حصتنا النهاردة، واتمنى ان نكون استفدنا كويس ونكون فهمنا الدرس كويس. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وميرسي، أو ريفوار، إي على لا بروشين.